السلام عليكم. في هذا الفيديو غنديرو واحد الدرس ديال الاناليز اه او فيديو ديال الدرس ديال الاناليز اه في الاسئله ديال سواء الاس ام ا ولا الاس ام اي ولا الاس ام بي. هي الاناليز اللي تبدا بالانسومبل دي اونتي ناتيغال. تو سامبلومون اون لانسومبل دي اونتي ناتيغال هي ان هي الاعداد اللي هي تنعرفوها 0 1 2 حتى ديسكو بليس انفيني. صافي هادي هي لونسومبل دي اونتي ناتيغال. بالنسبه لونسومبل دي اونتي غولاتيف هي زاد اللي تيكون فيها الارقام تنزيد تنأجوتيو الارقام اللي هي سالبه بحال ناقص واحد ناقص جوج اللي هي ناقص جوج ناقص واحد صفر واحد جوج. بالنسبه غنشرح مزيان على حساب التلاميذ اللي هي السنه السابعه. يعني مجموعه الاعداد مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه هي ان صفر واحد جوج جيسكو بليس واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. هي الاعداد اللي تنعرفوها ناتيرال. بالنسبه لمجموعه الاعداد السلبيه الصحيحه السلبيه هي مجموعه الاعداد الصحيحه السلبيه نرمز لها بزد اللي هي الارقام اللي يكون فيها ناقص جوج ناقص واحد صفر او ماشي ناقص جوج ممكن ناقص ربعه ناقص خمسه ناقص سته ناقص سبعه ناقص ثمانيه ناقص تسعه ناقص عشره. والارقام اللي هي اعداد صحيحه الطبيعي اللي هي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. دونك هذه هي لنصهم للاعداد مجموعة الأعداد العشرية. مجموعة الأعداد العشرية هي الأعداد التي تكتب على الشكل أ سير أ على عشرة أس إن أو أ سير ديس بوسونس إن. هاد تلك أ أبارتي زد هاد الأ خاص ينتمي إلى زد سيتادير خاص يكون يا موجب يا سالب ماشي مشكل. وإن هذاك إن اللي هو في اللي فوق عشرة خاص يكون ينتمي إلى إن ينتمي إلى إن. دونك مثال صفر فاصلة خمسة تكتب على خمسة على عشرة تكتب على خمسة على عشرة أس واحد. بويسكو خمسة تنتمي لزاد واحد ينتمي إلى أن. إذنك صفر فاصلة خمسة هو عدد عشري. هي مجموعة الأعداد الجذرية. مجموعة الأعداد الجذرية الذي يرمز له بحرف كيو اللي تتساوي هي أ على بي تالكو أ ينتمي لزاد وبي تنتمي لأن نجمة. علاش نجمة؟ حيت بي حيت ميمكنش نقسمو على صفر. أي عدد تنقسمو على صفر هي هاد القسمة غير مشي ماتت غير ممكن. دونك هذا علاش بي ما خاصوش يكون يساوي صفر. علاش نديرو بي ينتمي الى ان نجمه. مثال واحد على جوج ينتمي كي علاش؟ لان واحد ينتمي لزاد وجوج ينتمي لان. دونك ما كاينش مشكل ينتمي الى ان نجمه. اذا صفر فاصلة خمسة تساوي واحد على جوج تساوي خمسة على عشرة تساوي تنتمي لدي. كاين قبيله في نفس الاكزامبل درت خمسة على عشرة تنتمي لدي ياك. إذن هنا لقيناها تنتمي لدي وتنتمي لكي. دونك مجموعة الأعداد العشرية مجموعة الأعداد العشرية هي ضمن كو. إذن فينا المغنى نديرو واحد الريزومي فاصل ديال أن مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تنتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية اللي هي ناقص واحد ناقص جوج صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. تنتمي إلى مجموعة الأعداد العشرية بحال مثلا عدد واحد. عدد واحد يمكن نكتبوه على نكتبوه ما واحد ينتمي الى ان ينتمي الى زد وينتمي لدي. علاش ينتمي لدي؟ حيت يمكن نكتبوه على الشكل ديال واحد على عشرة واحد على عشرة اس صفر. وعشرة اس صفر هي عشرة اس صفر هي واحد. دونك تساوي واحد على واحد هي واحد. دونك واحد ينتمي الى مجموعة الاعداد العشرية. واش ينتمي الى كل واحد يمكن نكتبوه واحد على واحد. دونك واحد واحد على واحد واحد ينتمي إلى زد واحد ينتمي إلى أن. دونك واحد هو عدد جذري. دونك فينالمو دونك في النهاية عندنا واحد القضية أن مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية أن ضمن مجموعة الأعداد المعدات الصحيحة النسبية زد ضمن مجموعة الأعداد العشرية دي ضمن مجموعة الأعداد الجذرية كو. بالتالي فأي عدد هو صحيح طبيعي صحيح طبيعي فهو عدد جذري وعدد عشري وعدد نسبي. السؤال الذي طرحنا واش هاد الأعداد هاد المجموعات اللي كاينين الآن هما يعني يمكن جميع الأعداد يمكننا أن ينتمي لهاد المجموعة. السؤال هنا يطرح بحال المشكلة اللي هي على شكل تمرين هي مونتخي كو جدر دو هل جدر دو ينتمي الى كي او لا ينتمي. اذا هو في السؤال قال لك مونتخي كو راسين دو لا ينتمي الى كي. هذه الطريقه هي طريقه ديال بالنسبه للطلبه اللي تيقراو في اس ام ا. بالنسبه لنا غادي نركز على الاس ام ا واعتقد ان هذا الاناليز هو اللي تقرا في الاس ام ا والاس ام اي والاس ام بي والاس ام فيزيك كيمي. دونك هذا الميثود ضروري منها استمونتري
على راسين دو، واش هو ينتمي لكي ولا ما ينتميش. او نوع الميثود هي ميثود او ديمونستراسيون بار لابسورد، ان ديمون بالابسورد هي البرهان بالخلف، سيتادير تنبداو بواحد النتيجه حنا عندنا مونتري كو راسين دو لا ينتمي الى كي، دونك ان سيبوزون سيبوزي كو راسين دو ينتمي الى كي، دونك هذا راسين دو لا سيبوزينا انه ينتمي الى كي، دونك يمكن كتابه يمكن كتابته على شكل ا سير بي او كو سير سير بي. دونك démonstration par l'absurde, supposons que racine 2 est intime Q. Alors il existe deux entiers, P intime Z, qui appartient à un nijma. C'est la définition de la nijma de l'adad jidriya. Donc tel que racine 2 est égal P sur Q. Supposons que P et Q, on suppose le premier, fait le bédier de démonstration, supposons que P et Q sont premières. Entre eux, c'est-à-dire que là, donc c'est-à-dire que le POK est réductible, يعني ما يمكنش لي يختزلو. Donc هاد POK ما خاصهمش نلقاوهم زوجيين، لأن العدد الزوجي على العدد الزوجي يمكننا نختزلو به. Donc هاد POK خاصهم يكونوا بروميير، donc سي بروميير هما ايريدكتيبل، يعني ما يمكنش ليهم يختزلو. أو بلغة أخرى خاصهم يكونوش مجوج، خاصهمش يكونوا مجوج زوجيين. Donc, une démonstration par l'absurde, supposons que racine 2 appartient à qui, alors il existe deux entiers, P appartient à Z et qui appartient à Nijma, tel que racine 2 est égal P sur Q. Supposons que P et Q sont premières entre eux, c'est-à-dire que la fraction P sur Q est sous une écriture irréductible. Donc, racine 2 au carré est égal دونك راسين دو ايتيكال بي سير كي، نرفعو الاس او كاري، قلتلنا هي راسين دو او كاري تساوي بي سير كي او كاري، لي فينالمون نتخوف كو بي او كاري ايتيكال دو كي او كاري، دونك دو كي او كاري اي بيغ، بويسكو هاد العدد فيه جوج في كي او كاري، هي دونك اوتوماتيكمون غيكون بير، دونك دو كي او كاري اي بيغ، الوغ بي او كاري بيغ. Donc, et pi au carré, c'est du carré, 2 qui au carré, donc 2 qui au carré pire, donc alors pi au carré, c'est pire. On a le problème. Wesh, adna pi au carré pire implique, wesh implique pi au carré pire implique n'a pi pire. Donc, on a démontré que pi au carré, il est qu'un pire implique, raha pi pire. Chouf, on a un tracus, mais pi au carré, adna pi au carré pire. واش هذا امبليك سيتادير اوتوماتيكمون ان بي اي بير، دونك خاصنا ديمونطري كو لا كان عندنا بي او كاري اي بير خاص بي اوتوماتيكمون يكون بير اي امبير، عندي ان سيبوزي كو بي اي امبير، دونك بي ايكال دوكا بليس ا، هذا هو الديفينيسيون ديال العدد امبير، هو تيساوي دوكا بليس ا، دونك نرفعو الاس اي بي او كاري تساوي 4 كا او كاري بليس 4 كا بليس ا، دونك في هذه الحاله دونك عندنا P ampère implique P au carré ampère, donc P au carré ampère. Fait de donc on a démontré que P au carré ampère implique P au carré P implique P. Attends, je montre N que P il est ampère, donc P au carré ampère. Même chose, c'est-à-dire que P pire, la P au carré ampère, ou le خلف, ou inversement, le P au carré pire, la P alors P pire. Donc on a donc pi au carré impair, pi au carré pair, alors pi est pair. Donc pi au carré pair, alors pi est pair. C'est la démonstration que nous avons fait. Pi au carré pair, alors pi est pair. Donc pi, il peut être écrit, pi est égal à 2k, 2k prime. Pi au carré, c'est 2k au carré, 2k au carré implique 4k prime au carré, c'est égal à 2k. دونك هنا غادي نختزلو بي 2 غتولي لنا 2 ك بريم او كاري تساوي كي او كاري، دونك كي او كاري بير الوغ كي هنا ميم نستعملو لا ميم ميثود اللي استعملناها في الاول، مي هاد المرة مغاديش ديرو ديمونستراسيون حيت ديمونستراسيون درناها في المرة الاولى، دونك كي او كاري بير هنا حيت كي او كاري علاش كي او كاري بير حيت يساوي 2 ك بريم او كاري، دونك كي او كاري بير الوغ كي اي بير، ان بي
راه بير وكي اي بير. دونك هاد الفراكسيون بي سير كي ريدكتيبل، يعني سي تادير قابل للاختزال. علاش قابل للاختزال؟ لان بي تلقيناها بير وكي بير. دونك ملي تكون عندنا عدد زوجي الفوق وعدد زوجي التحت، اذا يمكن لينا اننا نديرو الاختزال او الريدكتيبل. دونك هاد بي كي اي ريدكتيبل car p u q est pair. Donc il existe contradiction. Donc on a une contradiction. Et dans le début de l'exercice, c'est posé que p u q est irréductible, c'est-à-dire غير قابل للاختزال. Donc في هذا الفينال شنو؟ Alors هذيك البروبوزيسيون الاولى اللي قلناها، البروبوزيسيون الاولى اللي حطيناها، اللي حطينا ان p، اللي حطينا البروبوزيسيون الاولى هي جدرجو يب ا بارتي كي اي بي او كي ريدكتيبل. لقينا الانفيرس، لقينا حنا الانفيرس ديال الثانيه هي بي او كي، لقيناهم ريدكتيبل. دونك راسيندو هذيك البروبوزيسيون الاولى راه خاطئه، اللي هي هذيك البروبوزيسيون راسيندو ينتمي لكي خاطئه. دونك راسيندو دو ان بارتي با ا كي. صافي، هذا هو الديمونستراسيون. اي ميرسي بور ليكوت، ومازال غادي نكمل ندير اجوتي شي تمارين في هاد الديمونستراسيون، بحال راسين 10 بحال بي. شكرا.